السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. هتكلم عن البروستاتا. البروستاتا الغدة الصغيرة جدا اللي موجودة في الرجال فقط، مش موجودة في الستات من حسن حظهم يعني. هذه الغدة الصغيرة اللي يمكن في حجم الفولة ووزنها يمكن ما يزيدش عن 20 جرام، ازاي هذه الغدة هي أولا هي غدة تناسلية جنسية، يعني مرتبطة بالنشاط والوظائف الجنسية والتناسلية للرجل. الغدة دي لما تكون صحيحة وسليمة الراجل بيبقى عايش حياته الزوجية وحياته العملية وحياته في العمل وفي المجتمع بشكل طيب ومرتاح جدا. لكن لما تعتال تذل الراجل، مش بس في حياته الجنسية، لا ده حياته الجنسية طبعا متأثرة، لا نقاش، حياته الزوجية متأثرة، سرعة قذف، آلام وما إلى ذلك، عدم انتصاب أو ضعف انتصاب وما إلى ذلك، فحياته الجنسية متأثرة. واللي أسوأ من كده حياته العادية العملية متأثرة جدا، يعني بتوصل لمرحلة انه ما بيقدرش يتهنى نص ساعة على بعض يكون عايش مرتاح، ما بين جري على الحمام عشان التبول وما بين ان البول ينزل غصب عنه كده في الغيارات الداخلية وتوسخه، يعني ايه بعد الشر عنكم جميعا بهدلك. خلينا نشوف الرسومات، البروستاتا دي فين حتة بالظبط، هنشرح على الرسم وازاي هي بتشتغل او يعني ايه اللي بتعمله البروستاتا. خلينا نشوف الرسمات. زي ما احنا شايفين هنا البروستاتا اهيت زي الليمونة الصغيرة، غدة تناسلية تقع تحت المثانة، دية المثانة اللي لونها محمر شوية والمصفر شوية او الاورنج، دي البروستاتا تقع تحت المثانة وأمام المستقيم، ده المستقيم، فالبروستاتا تقع تحت المثانة وأمام الإيه؟ المستقيم، وحجمها حوالي 20 ملي جرام، وموجودة في الرجال فقط، وتحيط بالحالب قبل دخوله القطنية. الحالب هو بيبقى دي المثانة والحالب نازل منها بهذا الشكل داخل الإيه؟ البروستاتا، ونشوفها بعد كده بالتفصيل، حيث الحالب حيث يمر البول وصولا الى القضيب ومنه الى خارج الجسم. وظيفة البروستاتا 3 وظائف: محطة تموين، تزود السائل الذي يحيط بالحيوانات المنوية ويغذيها في رحلتها الى ان تصل الى البويضة، ومحطة ضخ حيث تنقبض البروستاتا وتضخ المني إلى الحالب أو اليوريثرا إلى خارج الجسم، والتمثيل الغذائي لهرمون التستوستيرون لتكوين دي اتش داي هيدرو تستوستيرون. 3 وظائف. في الرسمة الثانية هنشوف ازاي البروستاتا ديت بتحيط بمجرى البول وهو نازل من المثانة فوق مرورا بأنسجة البروستاتا إلى القضيب، وإزاي في مجرى تاني جاي من الحويصلة المنوية، جاي من الحويصلة المنوية وبيصب في مجرى البول أثناء مروره بالبروستاتا، وإزاي لما البول بينزل ويخرج على بره من غير ما يغلط ويدخل على مجرى المني، وبرضو المني لما بينزل ازاي المني لما بينزل ويخرج على بره من غير ما يرجع ويروح على البروستاتا. الحاجات دي كده هنشوفها في الرسمة والشرح اللي جاي. الجهاز التناسلي او الاعضاء التناسلية في الرجل هنكبر منها جزء عشان يوضح، شامل المثانة وتحتها البروستاتا والمستقيم في الخلف، و هنا يبين مجرى البول جاي من المثانة ورايح نازل تحت على القضيب، ده عشان يمشي فيه البول، وبعدين بيلتحق به مجرى تاني جاي بالحيوان المنوي من الحويصلات
المنوية أو الماني ماشي فيها عشان يصب في الحالب. لو البول نازل، الصمام اللي جاي من المثانة فوق بيبقى مفتوح، واللي جايب الماني بيبقى مقفول زي ما انتو شايفين. على العكس لما الماني يمر بيفتح اللي جايب الماني اللي لونه ابيض ده، وبيقفل الصمام اللي عند المثانة عشان يمنع الماني من انه يرجع وباتجاه. طب ايه اهمية ان احنا يعني نعرف حكاية موقع البروستاتا بالظبط والحاجات دي؟ لان الموقع الحساس للبروستاتا وكون مجرى البول بيمر من خلالها، وايضا المجرى بتاع الماني اللي جاي من الحويصلات المنوية بيمر ويصب في مجرى البول وهو بيمر داخل البروستاتا، كل ده هو السبب في المشاكل اللي بتنتج عن البروستاتا. ازاي؟ هو البروستاتا لما بتتعب ايه اللي بيحصل؟ حجمها بيكبر، الانسجة بتاعتها بتتضخم. هي البروستاتا بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها حاجة من ثلاثة، يا اما التضخم الطبيعي اللي بيحصل للراجل بعد سن 40 بناين بروستاتيك هايبربليزيا، تضخم حميد في البروستاتا احيانا بيبقى زيادة عن اللزوم، او التهاب البروستاتا بروستاتايتس، برضو التهابات البروستاتا بتؤدي الى تهيج الانسجة وحجمها يكبر وتضغط على اللي حواليه، كانسر بروستاتا، سرطان البروستاتا، كل الحاجات دي بتؤدي الى انسجة البروستاتا بتنمو وتكبر وتضغط على اللي حواليها واللي داخلها. طب تضغط على اللي حواليها، حواليها مين؟ المثانة، اللي بتتأثر المثانة لأنها لازقة تحت المثانة على طول، تضغط على المثانة. لما تضغط على المثانة ترفع، تضغط على مساحة المثانة حجمها فتصغر المثانة، كفاءتها في احتواء البول تقل، والضغط على المثانة برضو يؤثر على جدار المثانة، يؤثر على جدار المثانة فيفقد المرونة بتاعته الإلاستيستي بتاعته. المثانة طبيعيا لما بيتحط فيها بول وما يتاحش ليك الفرصة انك تروح تفضي البول بإيه؟ عندها مرونة، بتكبر في حجمها وتستوعب البول. لكن لما تفقد هذه المرونة، لما تفقد المرونة ديت، البول يضغط على جدار المثانة والمثانة مش قادرة تتمدد وتستوعبه، فيحصل الرغبة الملحة في إخراج البول. كمان أنسجة البروستات لما بتنمو من الداخل كده فبتضغط على اللي جواها، جواها إيه؟ أنبوبة مجرى البول، فتضيق مجرى البول. لما تضيق مجرى البول، لما الواحد يخش يتبول البول ما ينزلش وينزل بصعوبة. الضغط على المثانة يؤدي إلى التهابات المثانة أو اعتلالها، فيحصل الألم ويحصل الوجع، وقد يحصل حرقان في البول نتيجة الالتهابات. فإذا موقع المثانة الاستراتيجي وما تحويه من أنبوبة مجرى البول وأنبوبة الماني اللي ماشيين داخلها، ده سبب الأعراض اللي احنا بنشوفها لمريض البروستات. وهي إيه بقى؟ آلام في الظهر والبطن، أسفل الظهر والبطن، تكرار رغبة متكررة في البول لأن كل شوية بول بيتكونوا، المثانة مش قادرة تستوعبهم فالإنسان عايز يروح يفضيهم، وممكن حرقان في البول، وممكن سرعة قذف في مراحل بقى متقدمة لما الحجم يكبر، أو تبقى في حاجة اسمها إرجنسي، يعني الحاح، يعني الواحد ما يقدرش يمسك البول، وإذا مسكه شوية يحصل دريبلينج أو الإنسان ينقط البول غصب عنه، لأن الصمامات كمان إيه اللي إحنا شرحناها دي اللي بتتحكم في البول بتعتل، فما فيش صمام، كأن ما فيش صمام، فكل لما بتتكون بول في البروستاتا الإنسان ينقط. ديت أعراض البروستاتا واللي كلها بتنتج نتيجة موقعها الحساس، وربنا يعافينا كلنا من أي أمراض.